رسالة واحدة وبصوت واحد رددها المئات من الشباب التونسي في تجمع تضامني لهم مع إخوانهم الشباب في مصر. يعني نحن نحب مبارك يتحرك باش نجم نتلهيه بالرؤساء الأخرين. نقوله يا مبارك ما عندناش وقت عايشك تنجم تمشي للسعودية، معناها في جوار الرئيس السابق زين عابدين بن علي، وسيلتحق بك علي عبد الله صالح وبشار الأسد وبوتفليقة وكل الطغاة العرب إن شاء الله. هنا في واحدة من كبرى الجامعات في تونس يجتمع هؤلاء الشباب فيما يشبه غرفة العمليات، يتبادلون النصائح والخبرات مع إخوانهم في مصر ويشدون على أيديهم في محنتهم عبر مواقع الفيسبوك والتويتر وغيرها. الشباب المصري سندنا برشا وقت الثورة متاعنا، وقفوا معانا، وصلوا المعلومة لوسائل الإعلام. أول ما قامت الثورة في مصر قطعوا الانترنت. أنا أعطيكم مثال من الأمثلة اللي حديث عملناها. عملت ذي أن أجريجاتور دو تويت، أي تويت في العالم يخرج فيه الهاشتاج جان 25 يجي في الأجريجاتور هذا. دونك ناخذ المعلومة أثبتها ونخرجها أنا للوسائل الإعلام. ننصح الشباب بمصر بمواصلة الثورة، ما يقفوش، يكملوا القديم، ما يكملوا لما يخطوا ما يوصلوا الأهداف متاعهم كما احنا ما كملنا لموصلنا لشتر الأهداف متاعنا. يا مبارك يا كوميك راي ليلة تستنى فيك. وينصح هؤلاء الشبان التونسيون إخوانهم في مصر بتوحيد صفوفهم والجلد والصبر في مواجهة ما يتعرضون له من محن، وأن يوقنوا أنهم لا محالة منتصرون. الرسالة الواضحة التي لا تقبل التأويل والتي يبعث بها هؤلاء الشباب التونسي الذي قاد الثورة في بلاده إلى الشباب المصري الثائر أيضا هو الصبر والثبات حتى تحقيق الأهداف. أصلا للجزيرة تونس.